محاولته إرباك الرأي العام بخصوص مبادرة الحزام والطريق تتصدى لها جامعة البصرة من خلال ندوة موسعة أقامها مركز الدراسات البصرة والخليج العربي لبحث مستجدات هذه المبادرة بطريقة علمية وبحثية بعيدا عن الأهواء والمصالح المتضاربة. وجهة نظر قد تكون محدودة للمشروع، بس هنا راح تكتمل الصورة عندما يجتمع الخبراء من كافة الاختصاصات من داخل الجامعة وخارجها حتى يكملون الصورة. وهاي التوصيات عادة احنا دابنا على هذا العمل منذ سنتين، نوحد الآراء والنقاشات التي تتم خصوصا بعد اكتمال المحاضرات، ونرفعها بتوصيات إلى وزارتنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإلى الوزارة المعنية بالأمر. مثلا الموضوع هنا يخص وزارة النقل ووزارة الخارجية. ندوة علمية تحت عنوان مبادرة الحزام والطريق من منظور إقليمي ومحلي، واهتمت هذه الندوة بالتركيز على جوانب متعددة عن هذه المبادرة من جوانبها السياسية والاقتصادية والمستقبلية، إذ هذه المبادرة لها آثار كبيرة آنية ومستقبلية على الواقع الإقليمي والمحلي. وبحسب معنيين، فإن الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق سيحقق قفزة نوعية في الاقتصاد العراقي، بيد أنها بحاجة إلى مصادقة البرلمان وتوقيع رئيس الحكومة المعطلين إلى الآن. يعني الشارع يتساءل إحنا وين؟ احنا دخلنا بالاتفاقية الصينية، مو ضمن الاتفاقية الصينية، هل الموضوع خاضع للسياسات؟ هذا طبعا بعد ان فعلا تسمى اتفاقية ويصادق عليها مجلس النواب، يصوت على مصادقتها، هنا الحقيقة الامور تكون واضحة. لكن حاليا محكومة بتوقيع رئيس حكومة، ولما تكون محكومة بهذا الاطار تكون ملزمة للعراق بشكل أولي بعنوان اتفاق وليس بعنوان اتفاقية. كانت تقول اتحاد اقتصادي أوروبي آسيوي. وتبقى هذه المبادرة التي تعد من أهم المبادرات الاقتصادية على مر العصور حديث المتنازعين والمتخاصمين دون الوصول إلى مضامينها التي لا تزال طي الكتمان. مبادرة الحزام والطريق لا تزال بنودها مبهمة، أما الحديث عنها هذه الأيام فهو مجرد آراء ليس إلا. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.